والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. السيدة مريم رجوي وضيوفها الأعزاء، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، بداية اسمحوا لي أن أهنئكم بشهر رمضان المبارك وحل علينا والحمد لله رب العالمين، وأعاده الله علينا باليمن والبركات. وأرجو من الله أن يكون هذا الشهر خالي من الأوبئة والأمراض، وأن يبعد عنا مرض كورونا اللعين، وأن يعم السلام في كافة أرجاء العالم. كما أتمنى أن يكون هذا المؤتمر على أرض الواقع حتى نراكم ونسمع منكم مباشرة، فقد تعودنا أن نلتقي بكم دوما، ولكن إن شاء الله أن يكون لنا إن شاء الله يكون لنا لقاءات قريبة خلال الفترة القادمة. نحيي فيكم مسيرة النضال لأربعة عقود على التوالي، فقد تشرفت بلقائكم عدة مؤتمرات، وكان آخرها عام 2019 مع الأخوة والأخوات مجاهدي خلق، وتمنى لكم أن تصلوا إلى تحقيق أهدافكم الإنسانية حتى نعم جميعا بالأمن والسلام. شاهدنا على أرض الواقع مدى المحبة والتسامح فيما بينكم، شاهدنا التعايش العظيم فيما بينكم، ومدى النقاء لديكم وحب الآخرين. بلا شك أن المرأة الإيرانية هي تعاني كما تعاني غيرها من النساء، ولكن ما شاهدناه في معرض الصور في المرة الأخيرة أدمى قلوبنا، وعدد النساء اللواتي سقطن شهيدات كان له أثر كبير في نفوسنا، وأيضا تأثرنا جميعا من المشاهد المؤلمة التي رأيناها في هذا المعرض. نتمنى جميعا أن تزول كل هذه الأنظمة الفاسدة التي لا زالت تفتأ وتقتل وتشرد وتدمر كل ما حولها. انتفاضة نوفمبر تم قتل 400 امرأة، وهذا من أصل 1500، هذا رقم غير مقبول، وإنما نم على شيء فإنه ينم عن مدى. التنمر والتعنت والرجال، إن الاعتداء على المرأة هو اعتداء على كل الأسرة، فالمرأة هي الأساس في كل بيت، وهذا تدمير للأسر والعائلات. مرة أخرى أحيي فيكم مسيرتكم الخالدة في النضال، وأتمنى لكم أن تحققوا كل الأهداف التي تصبون إليها. أتمنى أن تعودوا إلى إيران حرة بقيادة المرأة العظيمة التي تعودت دائما أن تكون ذات النفس الطويل وذات الوجه الحسن، والتي تعودنا على رؤيتها دائما بهذا التفاؤل وهذا الحسن وهذا الجمال، وهي تناضل وتدافع من أجل قضية إنسانية نسعى دائما جميعا للوصول إليها. الآن تقزمت كل قضايانا بمحاربة هذا الفيروس اللعين، نتمنى من الله أن يزول وأن نكون قد قدرنا أن نتفوق عليه حتى نعود نلتقي بكم مرة أخرى ونسمعكم مباشرة، وإن شاء الله نلتقي نحن وإياكم في أوران حرة، دائما تكون مؤتمراتكم ونكون دائما على تواصل معكم. مساء الخير لكم جميعا، وشكرا لكم، ونتمنى لكم التوفيق.